هذا من تدبير البرمكي. ولما يقتل البرمكي ولده جعفر؟ ما الغرض من ذلك؟ يا ابنتي، قد تحقق ما تصبين إليه، أن يكون الأمين ولي العهد، وهذا هو الصواب. الصواب من الظاهر فقط، أما ما خفي فهو أعظم وأشد قسوة. خففي عنك يا أم الأمين. ولكنني أرى أن كل ما يحدث حولنا هو لإغراقنا جميعا في بحر متلاطم الأمواج، ليس لنا فيه قارب نجاة. أرى مولاتي قد زادت من مخاوفها. مما تخافين يا ابنتي؟ نحن من حولك وسند للأمين ولي العهد. ما يخيفني أولئك الذين كانوا وما زالوا يدبرون لكل شيء مذ كان الرشيد وليا للعهد. زوجوه من جارية إثر أخرى ليختلط النسب القرشي الصافي بنسبهم فيشاركوننا الحكم. ثقي بالرشيد يا ابنتي، ثقي به، إنه أب عاقل، كتب العهد وعلقه بجوف الكعبة. لما لم يكتب المأمون رده على كتاب العهد إلى الآن؟ ألا يثير ذلك الشكوك ويؤكد أنهم يظهرون عكس ما يخفون؟ مولاتي، كيف لم تجدها؟ كيف؟ لم نعثر لها على أثر يا مولاي. ابحث عنها في كل مكان قبل أن يصلها أحد، قبل أن يجدها الرشيد. هيا. أمرك مولاي. هذا لا يصدق، ولن أصدق أي كلام يقال. جارية تضع السم لجعفر؟ إن من يستطيع أن يصل إلى جعفر يستطيع الوصول إلى الرشيد. لن يعد الأمر كله أن يكون من ألاعيب الجواري. كيف لا تعرفينها؟ خدمة قاعة الغناء يختارها مولاي جعفر أو من؟ أو أنا، وهذه الليلة تختارها مولاي جعفر. جعفر؟